ODD Cyber Secrets. أهم وأحدث الأخبار والمستجدات في عالم الأمن السيبراني في نشرة أسبوعية تأتيكم برعاية عمان داتا بارك. تم اكتشاف إصدار جديد من البرامج الضارة SH Layer Mac OS X مع إمكانية تسلل متقدمة تم رصدها بشكل واسع، حيث يتم استخدام بحث جوجل بشكل نشط لتسميم نتائج بهذه البرمجية ومن ثم الوصول إلى الضحايا. ووفقا للباحثين في إندجو، فإن البرامج الضارة هذه هي مثل العديد من عينات البرامج الضارة قبلها، تدعي أنها مثبت لبرنامج أدوبي فلاش بلاير، لكنها تختلف وتتميز بخصائصها الفريدة في الخداع والإصابة بمجرد التنزيل، لتتفادى بذلك إمكانية الكشف عنها. اكتشفت سلسلة من 19 ثغرة أمنية مختلفة يطلق عليها اسم ريبل 20، تؤثر على مئات الملايين من أجهزة إنترنت الأشياء. عبر استغلال الثغرات الأمنية هذه، يمكن للمهاجمين سرقة البيانات من الطابعة أو تغيير سلوك الأجهزة أو إخفاء تعليمات برمجية خبيثة داخل الأجهزة المدمجة لسنوات. توجد نقاط الضعف في مكتبة البرمجيات TCP/IP الأساسية والذي طورها تريك في التسعينيات، وتستخدم نفس المكتبة من قبل عدد من الأجهزة على مدى 20 عاماً الماضية. تؤثر الثغرات الأمنية على الأجهزة في مختلف الصناعات، بما في ذلك الطب والرعاية الصحية ومراكز البيانات والاتصالات والنفط والغاز والطاقة النووية ووسائل النقل والأجهزة الاستهلاكية والبنيات التحتية الحيوية الأخرى. قالت شركة زوم يوم الأربعاء أنها ستوفر خصائص التشفير الشامل لمستخدمي خدماتها المجانية، بعد أن وجهت منصة المؤتمرات الشعبية انتقادات لزوم جراء خططها توفير التشفير التام بين الطرفين لعملائها بمقابل مادي فقط، حيث كتب مؤسس الشركة والرئيس التنفيذي إيركيون في منشور على مدونة: لقد حددنا مسارا في خلق توازن بين الحق المشروع لجميع المستخدمين في الخصوصية وسلامة المستخدمين على منصاتنا، وسيقدم التشفير التام بين الطرفين كميزة إضافية متقدمة لجميع المستخدمين حول العالم في الخدمات المجانية والمدفوعة. وسيطلق زوم إصدارا تجريبيا في يوليو القادم، حيث سيتم إضافة خطوة جديدة وهي طلب معلومات إضافية من المستخدم مثل التحقق من رقم الهاتف عبر رسالة نصية، وهي طريقة مشابهة للخطوات التي تطلبها الشركات الأخرى عندما يقوم المستخدمون بإنشاء حسابات، وذلك من أجل التقليل من إنشاء الحسابات العشوائية والمسيئة. ODB Cyber Secrets برعاية عمان داتا بارك.